ومعنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من اسطنبول المحلل السياسي الفلسطيني سيد تيسير سليمان. مرحبا بك سيد تيسير. اذا 49 مصابا برصاص جيش الاحتلال في ثاني ايام الحراك المصاحب لمسيره العوده، كيف تفسر استخدام جيش الاحتلال الرصاص الحي ضد متظاهرين سلميين؟ تمام أخي، تحية لكم ولقناتكم الكريمة. حقيقة حياكم. أخي، الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام السابقة كان يروج إلى فكرة أنه لن يكون هناك جماهير غفيرة تأتي إلى المناطق الحدودية لتقول هذه أرضي وهنا هجرت وهكذا سوف نعود. حقيقة دفعهم إلى استخدام القوة بإفراط، وهذا اليوم تكلم بعض الوزراء عندهم أنهم لابد من استخدام أو التحقيق في كيفية استهداف الفلسطينيين على الحدود. بعض الشهداء الذين سقطوا كان يصلي، بعض الآخر كان بطريق العودة، يعني ضربوه من الخلف، البعض كان على الشبك وهذا حقه بحكم فلسطيني، البعض كان يتقدم باتجاه الشبك وهذا حقه بحكم فلسطيني. حقيقة استخدام إسرائيل القوة ضد الفلسطينيين أكان بالرصاص الحي أو هو جزء من العجز، لأنهم لم يعتقدوا أن الشعب بعد هذه السنوات سوف يذهب إلى الحدود ويطالب بأرضه. يعني السلطة الفلسطينية ما قالت أنها ستلاحق الكيان دوليا من أجل محاسبته على جرائمه، ما الخطوات التي يجب اتخاذها بهذا الصدد؟ حقيقة أخي، نحن سمعنا الكثير مما قالته السلطة في رام الله، وربما الفلسطينيين كافة في الداخل وفي الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ربما ينظرون إلى قرار يأتي من الرئاسة بفك الحصار الاقتصادي الذي فرضه الرئيس أبو مازن. بالجزء الآخر وهو الجزء الذي يتعلق بالجرائم الدولية، أنا اعتقادي أن الجزء المقاوم الشعبي جزء منه رئيسي ولا يتحرر الأرض إلا بالسلاح، وجزء منه بالمسيرات التي تراها ويشهدها الشعب الفلسطيني كل أراضي، وجزء آخر وهو ملاحقة هؤلاء المجرمين برئاسة الحكومة الإسرائيلية وجيشه الاحتلالي للمحاسبة. وأنا أعتقد أن السلطة يجب أن تسير بقوة وتغض النظر عن بعض الاتفاقيات التي كانت بينها وبين الولايات المتحدة بعدم الانضمام إلى المؤسسات الدولية التي تحاسب هؤلاء المجرمين. طيب ماذا حققت مسيرة العودة الكبرى؟ هل استطاعت أن تعيد الزخم للقضية الفلسطينية؟ حقيقة أخي، ما حققته هي أنه كان يروج البعض أن المقاومة محاصرة من الاحتلال ومرفوضة من الداخل الفلسطيني بحكم أنها جلبت له الحروب وجلبت له الحصار، وهذه المسيرات أثبتت أن الشعب يلتف ويستمع وينقاد من قبل المقاومة، وقد رأينا كيف أن الجموع الناس عندما خرجت بهذه المظاهرة خرجت لتقول هذه أرضي، يعني أنها لم تقبل بما قبل به الرئيس أبو عمار والرئيس أبو مازن بالتنازل عن أراضي 48، خرجت لتقول. أكبر مكسب هو أن الترجيح هو أن الشعب يستجيب إلى المقاومة، وعندما قال المقاومة أخرجوا إلى المناطق الحدودية واشتبكوا مع الاحتلال خرج واشتبك. هناك دعوات إلى تحرك الأمة الإسلامية لدعم القضية الفلسطينية، كيف ترى أوجه الدعم المناسبة في هذا الوقت؟ حقيقة أخي، يعني تاريخيا الشعوب العربية والإسلامية من العراق إلى سوريا إلى فلسطين كشعوب إلى شمال المغرب إلى أفريقيا إلى أندونيسيا وماليزيا كلها مع القضية الفلسطينية وتعتبرها هي قضية الأمة. بالفترة الأخيرة كان هناك مشاكل خاصة بالدول، كانت ثورات أو ثورات مضادة، وكان اهتمام بالملف الداخلي، لكن بقي الملف الفلسطيني. ما نحتاجه من كل مسلم ومن كل عربي ومن كل حر بهذه الدنيا أن يعتقد بعدالة قضيتنا، ومن يستطيع أن يدعم من السلاح حتى الكلمة حتى المنبر الحر حتى الخطابة هو يصب في صالح المقاومة الفلسطينية وصالح التحرير إن شاء الله. أشكرك شكرا جزيلا من اسطنبول عبر سكايب المحلل السياسي الفلسطيني تيسير سليمان.